برنامج الطب المنزلي يعني بفئة المرضى اللي ما يقدروا يوصلوا إلى المستشفى، يكون انتقالهم من البيت إلى المستشفى يسبب عبء في نقلهم على أهاليهم. طبعا الزيارات تكون بحسب أوامر الطبيب، منهم اللي نروح لك الأسبوع، منهم اللي نروح له شهريا، منهم إلى 3 شهور. اليوم ركنا طبعا قياس ضغط وسكر، تكلم شوية عن الكلى والماء وكيف ان ممكن برضو ان السكر والضغط يسبب فشل في الكلوي، يعني في عدم الاهتمام بها. مساكم الله بالخير، حياكم الله فنانين تشكيليين أينما كنتم. يعني حقيقة الفن بريشة الفنان مكملة لكل التعابير والأحاسيس والمشاعر اللي ممكن تتجسد في خلال دراما وخلال أعمال تلفزيونية وخلال فن. أتمنى لكم إن شاء الله وأتمنى لنا كل التوفيق، وأنا حقيقة سعيد بتواجدي الآن في هذه الفعالية الجميلة اللي تخص مسنين آبائنا إن شاء الله العمر المديد بالصحة والعافية، ولجمعية ساهات حقيقة القوة وإن شاء الله الاستمرار للعطاء، وإلى الأمام دائما. أنا جدا اليوم سعيدة بالتفاعل اللي أشوفه من المجتمع لخدمة المسنين. طبعا أنا قبل 4 سنوات سويت تقرير لخدمة المسنين ونشر على التلفزيون السعودي، ولقى أصداء من الناس وتفاعل كبير، ومن ضمن التفاعل أنشأت جمعية تراحم لخدمة المسنين وزيارتهم سنويا، يسوون لهم يومين ترفيهيا في السنة عشان يجيبون لهم السعادة. بالنهاية يعني أنصح كل شخص يهتم بأمه وأبوه ويرعاهم، لأن السر التوفيق بيكون برعايتنا لوالدينا والاهتمام فيهم مهما كبروا بالعمر. شكرا لك. مساكم الله بالخير حبايب قلبي، شكرا للجمعية وشكرا للحضور وشكرا لكل ساهم لأجل نجاح الجمعية هذه ولأجل أبائنا وأمهاتنا المسنين، وأنتوا على رأسي ساهم. حتى آخر عمرنا يا أبونا وأمنا، يا أبونا وأمنا، يا سنة بيت الهنا، إحنا ما ننسى فضلكم حتى آخر عمرنا. يا أشكر جمعية سهات الخيرية على هذه البادرة الجميلة الرائعة الطيبة، حقيقة في تفعيل المشاركة بين المجتمع وكبار السن، كل الشكر لهم، وجعل إن شاء الله في ميزان حسناتهم. ألف شكر لهم على تفعيل هالدور العاطفي. الاحتفال باليوم العالمي للمسنين هي وقفة إنسانية كبيرة جداً، من المفترض أن تكون لنا بادرة في الحقيقة في الوقوف مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا. أنا يمكن أختار مفردة أخرى ومختلفة، حين نقول مسن فهو الوالد، وحين نقول مسنة فهي والدة. بالتأكيد مثل هذه الفعاليات تثري وتوصل رسائل إنسانية جميلة. شكراً لكل
هذه الفئة التي بيننا والتي نحبها دائما. يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت يغلى من العيون، ايه مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، ايه يما من سواك ولا أبد غيرك يمون. ثانية كبيرة نعيد؟ عيد 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 ناس بطخ بطخ بس عفوا الجمعية نتكلم من المستشفى احنا